مساء الخير. صح اشكرهم. مساء الخير، شكرا لحضوركم، شكرا لاهتمامكم. نتكلم على عندما يغلق باب الحوار، وهذا الشيء هو اللي تنعاني منه هنا في المغرب، ان الحوار ما بين الحكومه والشعب، ما بين المسؤول والشعب، ما بين الموظف والمواطن. يعني ملي كيتسد الباب ديال الحوار تيوقعوا اشياء، وممكن تقع اشياء اللي هي خيبه جدا ويكونوا لا تحمد عقباها. فاحنا هذه الفكره دائما كانت في دماغي، وهذه القضيه ديال العنوان باش قبل ما نهضر على التيمه ديال الفيلم يعني ونهضر على الملخص ديال الفيلم، يعني كانت الكلمه كبيره قالها ملك كبير اللي هو الحسن الثاني الله يرحمه، قال كبرات صغار، وكانت كلمه مشهوره. وحنا في الجابون ماروكان دائما تنقولوا وكبرات صغار اش غيبقى يوقع. يعني الانسان بعض الاحيان تيخصو يدق البيبان، تيخصو ينوض، خصو يدافع على حقه، فالحق ما تيتخاطش غير باش الحق تيتخاط، خصك تطالب وخصك تجري وراه. وكيقول واحد المثل كتعرفوه، ما ضاع حق وراءه طالب، يعني لما نتيش دافعتي على راسك وما داويتيش وما هضرتيش. الا انه في بعض الاحيان ملي كتكون لا ديمارش يعني باش غادي تمشي تطالب بالحق ديالك، تتكون ماشي في محلها، ما كتكونش يعني مقاده، ما كتكونش مصوم، ما كتكونش بنيه صافيه. هذاك المتلقي اللي كيتسناك في بيته هو ما باغيش يشوفك، ما باغيش يتكلم معاك، بالعاني سد الباب ديالو، فبطبيعه الحال كتنقلب الى حاجه اخرى وكتولي مصيبه عظمى. وهذا الشيء اللي هضرنا عليه في الفيلم، يعني ناضت ان مجموعه ديال الناس عايشين في واحد الكاريان، وهي حقيقه هذه، وهذه 3 ايام ولا 4 ايام شعلت العافيه في هذا الكاريان. ربما راه الصور عندنا، ربما راه في راسكم، اللي هو كاريان رحمنا واللي كانوا غيمشيو فيه اطفال، يعني الضوء ذاك يطرطق وضرب سميتو. يعني ناس عايشين في واحد لا سيتياسيون، الا كانت فينا شويه ديال تاب ندميت. انا نقولها لكم، انا عندي كلب في الدار، ربما البراكه ديالو قسما بالله وتنقولها وقلبي يكاد يعني يخرج الدم، انه ربما مفرش لي اكثر احسن من بعض الناس اللي شفتو تما. ناس عايشين في زباله، زباله معنى الكلمه، ما يمكنش تقولها بالعربيه لان غادي نزوقوها، لكن زباله. الوليدات كيلعبوا في زباله، مسخين، كرفسين، الناس بشكل الواد الحار فوق منهم، نحن كنعرفوا ان الواد الحار تحت منا هما فوق منهم، كيتفرقع عليهم. شباب لهم ثقافه عليا، لهم امكانيات، احنا عرضنا بعض الناس ولكن جاهم البعض، ما قدرناش كيفاش نجيبوهم، غادي يكونوا ان شاء الله حاضرين معنا في الندوه الصحفيه اللي غتكون في كازا ان شاء الله يوم الاثنين، وغادي يعبروهم على مشاكلهم. يعني مني عشت معاهم واحد المده وجلست معاهم خلال لا بريباراسيون ديال الفيلم، عرفت منهم بزاف الحوايج. هما اللي كتبوا الفيلم ماشي انا، هما اللي كتبوه، واللي كتبته انا وزدته هو ذاك الخيال اللي في دماغهم، هو ديك كبرات صغار اللي ما قادرش هو يقولها، هذيك هي اللي خديتها انا ونسجتها وعملتها فيلم، وكنتمنى اننا نتفاداو بحال هادشي.